يا رابع لنا حل الدوسية لوحدة حسن التصرف. القواعد اللي أخذناها بهذه الوحدة عن أسماء الإشارة. عندنا أسماء الإشارة قسمين، أسماء الإشارة الخاصة بالمشار إليه القريب، مفرد المذكر هذا، مفرد المؤنث هذه، مثنى المذكر هذان، مثنى المؤنث هاتان، جمع الذكور هؤلاء، جمع الإناث هؤلاء. أسماء الإشارة الخاصة بالمشار إليه البعيد، فمنشير لشيء بعيد، مفرد المذكر ذلك، مفرد المؤنث تلك، جمع الذكور أولئك، جمع المؤنث أولئك. الآن المطلوب منا حل التمرين حتى نتأكد أن فاهمين أسماء الإشارة. عين اسم الإشارة في كل مما يلي مع ذكر نوع، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفرد المذكر البعيد، اسم الإشارة ذلك. إن هذان ساحران، مثنى المذكر القريب هذان. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء جمع المذكر القريب. يا هذه الدنيا اسمعي طغيان اليهود، هذه مفرد المؤنث القريب. تلك آيات الكتاب، تلك مفرد المؤنث للبعيد. اختر اسم الإشارة المناسب ليكتمل المعنى في كل جملة. القوم متعاونون، أولئك. قابلت هؤلاء الناس، ساعدتني هذه الممرضة. يا بني احترم كلامي هذا، احترمني أولئك الطالبات. هذه الورود جميلة. إذن بدك تتأكد أنك حافظ أسماء الإشارة كما وردت مع الفهم والتمييز بين أسماء الإشارة للمؤنث وأسماء الإشارة للمذكر. الصفحة الثانية، جلست عند هذا المعلم المتواضع، ابتعد عن ذلك الكلام فهو غير نافع. الآن التمرين 3 يا رابع، استخدم كل اسم إشارة مما يلي في جملة مفيدة من إنشائك. هذا واجب، قم بحله وتأكد من الحل الصحيح. هؤلاء، ذلك، هذان، هذا، تلك. أسماء إشارة منوعة للقريب والبعيد، للمثنى وللمؤنث، المثنى المذكر. يعطيكم العافية.